هيموتوا ويقرصونا. اتاريهم عارفين ان المنطقه هنا مليانه حشرات وناموس في كميه سلجز غير طبيعيه. بصوا انا هقعد على النار عشان احنا هنموت من الجوع. هنموت من الجوع. عايز نقلع هدومي واروح معاه؟ مستحيل. ده الاكل اللي ان شاء الله هيكفينا لمده يومين في الكامبينج. ودي الميه. ودلوقتي بقى نحط ايه الحاجه هنا؟ دي الخيمه ودي المراتب اللي هننام عليها، كمان مراتب وسليبنج باجز. هشرح لكم السليبنج باجز دي لما نوصل ان شاء الله. قطعه في السياره مش محتاجينها، شنطه الهدوم والبوتاجاز الصغير اللي هنطبخ عليه، معدات التصوير. طيب احنا قررنا ناخد الاولاد ونطلع على اسكتلندا. اسكتلندا من مدينه ليدز حوالي 4 ساعات ونص. دي تاني مره نروح فيها اسكتلندا، رحنا قبل كده سنه 2014 كان لسه الاستاذ يوسف ما اتولدش. وصراحة اسكتلندا من اجمل الاماكن اللي رحتها في حياتي. المره اللي فاتت لما رحنا قعدنا في كابن زي بيت صغير كده على بحيره، كان الصراحه يعني مود جميل. المره دي هنروح نعمل كامبينج. انا شخصيا يعني ضد الفكره دي، يعني مش حاببها قوي، خصوصا ان معانا الاولاد وكده. بس مراتي هي اللي مرجحه الفكره دي وتقول لا لازم ناخد الاولاد ونعمل كامبينج. هي وهي صغيره كانوا بيعملوا كده، اهلها كانوا بياخدوها ويطلعوا يعملوا كامبينج وبتاع، فهي بترجح جدا فكره الكامبينج دلوقتي. فانا قشطه ماشي، ربنا يسهل. اهم حاجه بس الدنيا ما تمطرش والجو يبقى جميل، لان احنا الصراحه لو الدنيا مطرت علينا هنتسوح. احنا معانا خيمه وحاجات كده بسيطه نقعد فيها، والعربيه زي ما انتم شايفين صغننه جدا، فمش هينفع اصلا ننام فيها. فلو مطرت بقى علينا وبتاع ورياح وكده، غالبا هنضطر نروح نقعد في حته في اوتيل بتاع مش عارف ايه. لكن احنا رايحين نخيم كامبينج، غالبا هنقف في نص الطريق مثلا نريح شويه ولا حاجه، نجيب حاجه ناكلها وبعد كده نكمل. هيا بنا الى اسكتلندا. وقفنا ناخد بريك، فاضل ساعتين على اسكتلندا ان شاء الله. غالبا هنوصل على الساعه 7 7 ونص 8. الطريق اللي فاضل من هنا لحد اسكتلندا كله بقى جمال طبيعه غير طبيعي. الحمد لله وصلنا اسكتلندا. بس جينا دلوقتي السوبر ماركت بسرعه كده نجيب شويه حاجات قبل ما نخش المكان اللي احنا هنعمل فيه كامبينج. هو حوالي مثلا ربع ساعه من هنا، فدي اخر محطه نقف فيها. محتاجين شويه فحم عشان الباربيكيو واللازم منه، وجبنا السبراي ده مفروض عشان الحشرات والناموس وكل الحاجات اللي بتعض، لان المفروض المكان اللي احنا هنعمل فيه كامبينج مليء بالحشرات. غاويين تتعبونا معاكم، هنتعض ونتقرس ربنا معانا. المفروض دلوقتي احنا هنخش الغابه دي، لان احنا هنكامب جوه الغابه دي ورا الاشجار والحاجات دي كلها مع الوحوش بقى والتعابين واللازم منه. ده المدخل بتاع الفورست. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال؟ بقى لنا حوالي مثلا ساعه الا ربع عمالين بنلف بندور على مكان نقف فيه. بندور على ارض مستويه عشان نقدر نحط الخيمه بتاعتنا. فالصراحه كل الاماكن الحلوه متاخده، فبنحاول ندور على مكان كويس. خلاص لقينا السبوت الجميله دي، هنبقى قاعدين هنا نحط الخيمه هنا، ويبقى قدامنا البحيره الصغننه دي. حلو. طيب احنا سيبنا المكان الاولاني وجينا هنا مكان الفيو احسن بكتير. بصوا كده مش عارف هتشوفوا اصلا حاجه ولا لا، لان خلاص الدنيا ظلمت. بس ده الفيو بتاعنا، واحنا نحط الخيمه هنا والشمس خلاص بتغرب ورانا هنا، فنلحق بقى نحط الخيمه. طبعا احنا ما جبناش خشب معانا، بس جبنا فحم وفي شويه خشب هنا موجودين، فهنمشي حالنا النهارده وبكره ممكن نروح نجيب خشب. Something. Can I eat that? Can I eat it? Oh, God. It's little now. Hot dogs.
these hot dogs. Hot dogs. Baba. Here's hot dogs. Baba. احنا غالبا هنعمل حاجه كده في السريع. معانا هوت دوج فهنحطه في الحله دي ونقعده على النار عشان احنا هنموت من الجوع. هنموت من الجوع. حاله صعبه يا جدعان، حاله صعبه والله العظيم. يعني مثلا بقالنا ساعتين اهو، الواحد اتقرص وطلع عينه. Can we just play around this tent? Yeah. Okay. النار شغاله تمام، حطينا عليها هنا اهو الهوت دوج، حاطين براد الشاي. نو اي نيد اي نيد اي نيد. المشكله الخشب والفحم اللي معانا ده، يعني 10 دقايق ربع ساعه ويخلص، فانا محتاج ادور على شويه خشب. فانا هلف رحله البحث عن خشب. في كميه سلجز غير طبيعيه. بصوا في من ده بقى كتير في كل حته، واحنا جايين ننام هنا. الواحد محتاج له خشبه زي دي يقعد يكسر فيها ويحطها في النار، بس طبعا دي ماسكه السور مش هينفع. طيب على بال ما الاكل يجهز هاخدكم في جوله داخل الخيمه. ده الجزء اللي احنا هننام فيه، كل واحد هينام جوه سليبنج باج اللي هي البتاعه دي، بتنام جواها، تخش جواها زي ما ايان كده داخل جواها. عين شوف موف. بصوا ايان عايش جواها، وحنين هتنام جواها. يوسف جو انسايد يور سليبنج باج، شو ذم. يوسف دلوقتي هوريكم ازاي هينام جوه السليبنج باج. ايوه بس كده زي الفل. والصبح ان شاء الله لما النار يطلع اخدكم بقى في جوله داخل الخيمه، افرجكم على التصميم الرائع لهذه الخيمه. طيب الحمد لله خلاص عملنا العشاء. العشاء النهارده هيبقى سندوتشات هوت دوج. واحد بقى يسالني سؤال مهم، هل الهوت دوج ده مستوي؟ اقول لك الله اعلم. يعني Jan, can you take care of my hot dog? أحيانا It's behind you. بتجوع لدرجة إن أنت مش فارق معاك، وفي الوضع اللي إحنا فيه ده أنا أعتقد إنه مش فارق معايا. غالبا هنتعشى بعد كده هنخش ننام، لأن أنا الصراحة تعبان وهموت وأنام. هنام ماما؟ إن شاء الله بكرة الصبح أخدكم في جولة أفرجكم على المكان. مكان الصبح هنا جمال غير طبيعي. بالليل بابا. روحنا البيت. أنا عايز أقول إن السبراي ده أحسن استثمار استثمرته في حياتي. لما دخلنا السوبر ماركت لقيناه جنب الكاشير، فاستغربت قلت امال ليه يعني بيبيعوا السبراي ده جنب الكاشير؟ اتاريهم عارفين ان المنطقه هنا مليانه حشرات وناموس والدنيا خربانه، فعشان كده هم بيبيعوا على طول. المهم احنا اول ما جينا الناموس كان ملموم علينا في كل حته، كل واحد فينا رش شويه من السبراي ده. الناموس قال لك ماليش دعوه بدول، ابعدوا عنهم. ففرق جامد الصراحه. دي اسمها وضعيه الشبح. المهم ان انا جايب معايا بيجامه وبتاع، وعامل حساب ان انا بقى هغير هدومي وهنام في البيجامه وهبقى مبسوط واخر حلاوه. جيت بالهدوم اللي انا جاي بيها نمت بيها على طول. مفيش مجال تغير، مفيش مجال تعمل اي حاجه. كان ماله، كان ماله نقعد في كابينه ولا فندق ولا شقه ولا اي حاجه بين اربع حيطان. لا ننام كده في العراء. المفروض ان احنا جايين هنبات ليلتين النهارده، ان شاء الله نبات بكره بالليل، بس مش عارف بقى هل هنبات بكره ولا هنرجع. تفتكروا ايه، هنبات ولا نرجع؟ هتعرفوا بكره. صباح الخير. صباح الخير. عاملين ايه؟ الساعه دلوقتي 9، كلهم صحوا الساعه 8، انا الوحيد اللي زودت ساعه. هنحضر فطار في السريع وبعد كده نشوف هنعمل ايه. دايما لما تخرج تقفل وراك على طول عشان هنا في كميه حشرات غير طبيعيه. ده الفطار النهارده، يوسف وحنين هياكلوا وعيش ولانشون، وسخنا ميه في البراد ده. البراد ده مخصوص يقعد على النار عادي. وعملنا شوفان، شوفان بالميه المغليه. وتقعد بقى تفطر على المنظر الجميل ده. عيش 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 عيش.
يان breakfast is ready. Oops. بابا. بابا. Yes. My ash was burned but I had the other one. Is it nice? ده مهم جدا لان ده اللي بيحمينا. Can you spray me? Yeah. Close your eyes. يوسف come here. Come. My eyes. Close your eyes. It's just Mama. Here. Here. Catch. أستاذ يوسف حلمه من أول ما جينا اسكتلندا وهو عايز يروح البحيرة دي، عايز ينزل في المية، يعني هو متخيل إن هو جاي ينزل في المية، فناخده وأوريله المية عشان يتأكد بس إن هو ما ينفعش ينزل المية، لسه برضه عايز ينزل المية. لا بص هو بيقلع بيقلع وجاهز نفسه. جمال غير طبيعي سبحان الله. عشان محدش عارف يقنع الأستاذ يوسف إن المية دي ساعة جدا وانه ما ينفعش ينزل المية، فقلنا له شمر رجليك وحط رجليك بس. ها It's nice. فوق It's فوق nice. It's nice. Hold my hand. Nice. Nice? Yeah. Just a little bit cold. Just a little bit cold. Yeah. Yeah. And a big bit warm. ما ساعة جدا بقول لك انا عايز اقلع هدوم اقلع هدوم اقلع هدوم. قرر انه يقلع وعايز ينزل الميه ملوش فيه. هو يعني الجو حلو مش وحش بس مش للميه. بابا take your clothes off. عايز نقلع هدوم واروح معاه؟ مستحيل. Come in بابا. No. You need to. I don't need to. You do. أنا المجنون الثاني قرر ينضم للمجنون الأولاني، والمجنونة الثالثة قررت إن هي تنضم ليهم. واحد اثنين ثلاثة مجانين. الحتة اللي إحنا عاملين فيها كامبينج اسمها لوك دون. اسكتلندا أصلاً مليانة بالأماكن اللي أنت ممكن تعمل فيها كامبينج وتقعد فيها، حتى لو معاك كارافان مثلاً أو كامب فان اللي هي العربيات اللي أنت بتنام فيها. فاسكتلندا فيها أماكن كتير حلوة يعني ممكن تقعد فيها. على طول البحيرة دي في ناس مخيمة كتير، بس كل واحد بيحاول ان هو يختار سبوت لوحده عشان يبقى عندك برايفسي مش عارف ايه، تبقى عايش يعني براحتك في عالم مع نفسك. يمكن عشان كده برضو امبارح اخدنا وقت على بال ما نلاقي مكان كويس نقعد فيه. طيب هم اكتفوا بهذا القدر من السباحه ويرجعوا بقى على الخيمه. دي الخيمه بتاعه الناس اللي مخيمين جنبنا، بس هم صحي الصبح راحوا يفطروا فمفيش حد هنا. والخيمه بتاعتنا هناك مش عارف شايفينها ولا لا، بس هي هناك هناك هنا ناحية العربية بتاعتنا. دول جايين المشوار ده كله عشان يشووا مارشميلو في النار، يحطوه في عصايه ويشوف النار دماغ. طيب احنا قررنا ناخد العربيه ونروح نجيب خشب عشان محتاجين خشب عشان نولع النار عشان نتغدى بقى. نتغدى مثلا نعمل برجر، نعمل ستيك، نعمل اي حاجه، بس من غير نار مش هنعرف نعمل اي حاجه. فندور على اي مكان بيبيع خشب، مش عارف فين الصراحه. ان احنا امبارح رحنا السوبر ماركت اللي هو المفروض اقرب سوبر ماركت هنا وما لقيناش خشب عنده. بصوا الطريق العربيات جايه رايحه عليه، طريق صغير جدا اصلا ما يكفيش عربيتين مع بعض. فلما هننجي اهو، فبص مثلا لو ورايا دول عربيتين هيتقابلوا
هيضطروا يدوا طريق لبعض. بصوا مشكله الطريق ما بياخدش عربيتين. منظر انسى العربيه غير طبيعيه. خرفان العيد قرب، العيد الاسبوع اللي جاي، جهزوا نفسكم كميه خرفان. ما تيجوا كده باربيكيو اي حاجه. جينا هنا محطه البنزين خشب اهو. جبنا شويه خشب حلوين، دول ان شاء الله يقضونا لحد بكره. واحد يسألني سؤال مهم، ايه هي المتعة في التخييم او الكامبينج؟ المتعة طبعا انت بتسترخي، يعني ده لو انت معكش عيال. المتعة نفسها في ان انت بتحس بانجاز، يعني دلوقتي قاعدين بقالنا ساعة بنولع في النار، الحمد لله ولعت خلاص وتمام، هنبدأ بقى نعمل الاكل. فده كمان هيعلمك الصبر، تقعد بقى تصبر لحد ما البرجر يتعمل، ده مثلا هياخد له الله اعلم 3 4 5 6 ساعات. انجاز ان انت عملت اكل على النار دي، مش عارف ازاي، ان شاء الله نعمل حاجة حلوة وبس. فهي كلها انجازات. سامعين الصوت ده؟ ده صوت اللحمه على الجريل. شويه برجرز بقى ان شاء الله على كام ستيك كده، نعمل شويه اكل حلوين. عقبال ما اللحمه دي تتطبخ، تعالوا بقى ايه اخدكم في جوله حوالين التنت بتاعتنا، الخيمه الجميله. الخيمه من بره ماسكها 3 عواميد، في عمود هنا وعمود هنا وعمود ورا هنا. ده شكلها من بعيد، ده اول مدخل، في هنا ستاره بتنزل بحيث ان انت ممكن تحط جزمك هنا وحاجاتك، وبعد كده بتفتح الستاره الثانيه دي وتخش بقى الخيمه نفسها. حاطين بقى مراتب السفنج على الارض، كل واحد تحته مرتبه، وبننام بقى في السليبنج باجز اللي وريتها لكم امبارح دي. الصراحه قايمه بالواجب، يعني وانت جواها مفيش اي هوا بيخش، مفيش ميه بتخش عليك، مفيش اي حاجه، فبتحميك يعني من كل العوامل الجويه. بس انا متخيل لو في مطره جامده ما اعتقدش انها تستحمل. الحمد لله ان المطره امبارح كانت حاجات بسيطه كده بالليل، الدنيا كانت تمام. يعني ده اول حاجه، البرجرز جهزت، حط في السندوتشات على طول، كله منتظر خلاص. ايه جايز؟ It's burger. I want a hot dog. That's better than five guys. احسن من five guys ده. غلب فايف جايز. طيب احنا جينا هنا عند لوك دون كاسل. المفروض ان دي كانت قلعه كانت موجوده اصلا في وسط المايه، بس في سنه 1935 المايه كانت بتعلى جامد قوي، فكانت بتغرق القلعه، فقرروا ان هم ينقلوا القلعه هنا اهو. فتعالوا نشوف القلعه من جوه. ده مدخل القلعه، والواضح اصلا ان هو يعني ما بقاش منها حاجه، او البقايا البسيطة جدا هم نقلوها هنا، يعني شوية طوب كده على بعض عملوا بيهم قلعة. جينا وقفنا هنا بناء على رغبة الاستاذ يوسف، عايز يخش يلعب في الشجر ده، مش عارف الصراحة هو يعني دماغه مالها، بس يعني انا شايف ان ده حتة من فيلم رعب، هو عايز يلعب هنا. فقشطة سيبهم يلعبوا شوية وبعد كده نروح حتة تانية. دلوقتي هم عايزين يروحوا يسلموا على الخرفان اللي هناك دي، خرفان بريه. يوسف عايز ياكل خروف، اكله اكله. ما يوسف عايز ياكلك. مش عارف صراحة هل الخرفان دي بريه
وهم قافلين عليهم هنا ولا دول بتوع حد؟ بس هو اصلا مفيش بيوت هنا، فمش متخيل ان دول بتوع حد. مش عارف، بس يعني كتير، الارض دي كلها خرفان. دلوقتي بنحضر العشاء الاخير، هناكل غالبا ستيك، وعملنا بطاطس الصبح، وهنعمل بينز اللي هي الفول بس الانجليزي، وكله على بعضه بقى ونقعد ناكل. وبس اول ما الدنيا تليل بقى ننام ان شاء الله، نصحى الصبح بدري ونتجه على الليد. الصراحه انجاز ان احنا قضينا هنا ليلتين، بس يعني ببساطه تجربه مختلفه، بتغير جو، بتشم هوا نضيف كده. الحشرات اللي فوق في الخيمه، بس مش عارفين يخشوا، يعني هم في كذا طبقه في الخيمه، فهم في طبقه من الطبقات لكن مش عارفين يخشوا. بصوا قد ايه، كل دول هيموتوا ويقرصونا. كله غير ولبس البيجامه وقاعدين بقى على شويه على التابلتس والموبايل. ده استسكوستن يوسف، ده استسكوستن. مش في الخيمه يا ابني، حرام عليك حرام عليك حرام عليك. المهم هنقضي شوية وقت جوه الخيمة، وبعد كده بقى ننام عشان بكرة ان شاء الله الصبح هنتكل على الله. فيارب يكون الفلوج ده عجبكم، حاولت ان انا اوثق لكم الرحلة بتاعتنا وفي نفس الوقت استمتع بيها، فيعني ممتعة، يعني ممتعة جدا. بس لو انت معاك اولاد يعني حاول ان انت تخلص منهم في اي حتة وتيجي لوحدك، لوحدك بقى انت واصحابك او انت وزوجتك، بس يعني ما تجيش انت والعيال. بس برضه لو جبت العيال هتبسطوا، يعني هم النهارده قضوا اليوم كله بره، اول ساعه دلوقتي يقعدوا على التابلت، طول النهار ما مسكوش التابلت، لسه دلوقتي حالا اول مره يقعدوا على التابلت. هي المشكله بس الوحيده الاكل، يعني البرجر طلع حلو لكن الستيك طلع يعني وحش خالص. اشوفكم ان شاء الله الفلوج اللي جاي يوم الجمعه. السلام عليكم. صباح الخير. امبارح كانت ليله يعني سبحان الله، اخر ليله كانت مطره غير طبيعيه. انا عايز اقول ان الخيمه دي ما شاء الله قويه جدا، يعني ما دخلتش نقطه ميه وما اتحركتش من مكانها، فيعني الحمد لله. بس كده خلاص، خلصنا كامبينج، نرجع بقى على ليدز. ما كانش ينفع نيجي اسكتلندا ونمشي من غير ما نجرب الحاجه المشهوره قوي عندهم هنا، وهي ان هم بيعملوا سنيكرز، شوكولاته سنيكرز او مارز او اي شوكولاته يعني تتخيلها، بيحطوا عليها خلطه وبيحطوها في الزيت وبيقلوها وبتاكلوا الشوكولاته دي مقليه. فتعالوا نجيبها ونجربها، انا عمري ما جربتها في حياتي. جبنا شوكولاته مارز، هي ما كانش عندهم سنيكرز، انا الصراحه بحب سنيكرز، بس يعني اللي موجود نجربه لان انا نفسي اجرب الموضوع ده، وطبعا غير صحي تماما. شوكولاتة سخنة وعليها عجينة من بره، غريب والله غريب. مش عارف ده بياكلوه بقى على سن ده حلويات ولا ده غدا ولا ايه. شوكولاتة مقلية حلو، لازم تجربوها لو جيت اسكتلندا، جربوها.